دلوقتي من خلال الأستاذ سيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات. أهلا بيك يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الفل على حضرتك. أهلا بسيادتك يا فندم. يمكن ده بيكون موسم كده ووقت مميز جدا بالنسبة للطلبة وأكيد بالنسبة لحضراتكم، بيكون أكيد في أسئلة كتير جدا يا أستاذ سيد حوالين عملية التنسيق المدد، لو حد أخطأ في كتابة مثلا رغبات معينة، التوزيع الجغرافي، فالأمور دي كلها عايزين نبلورها من خلال مداخلة حضرتك دلوقتي عشان نوضح لكل الطلبة وأولياء الأمور إيه اللي ممكن يتبع خلال الفترة الجاية. طبعا أهم نصيحة بنقدمها لأولادنا الطلبة إن هو يعني لازم يكتب الستين رغبة بتأني وما يستعجلش لكتابة رغباته، لأن إحنا في بعض الأحيان نفاجأ إن الطالب بعد إعلان نتيجة التنسيق المرحلة الأولى اللي هتنتهي يوم الجمعة إن شاء الله 7 مساء، طالب يقول لي أنا ما كتبتش رغبة الفلانية وكان مجموع يجيبها. فأنا من خلال إحنا قدامنا اللي عندي يوم الجمعة، فكل طالب يتمنى دخول كلية معينة ما يسيبهاش في كتابة الرغبات، لأن بعد إعلان نتيجة التنسيق المرحلة ما بتعيش تنسيق الطالب تاني. فالطالب قدامه فرصة اللي عندي يوم الجمعة يقدر يكتب كل الكليات اللي يتمنى يدخلها. يعني عنده فرصة التعديل يا أستاذ سيد لغاية يوم الجمعة؟ ممكن يعدل؟ عنده فرصة التعديل لعند الساعة 7 مساء، وإحنا بناخد آخر تعديل عمله الطالب على موقع بيبقى مسجل عندنا بالدقيقة أو بالثانية، وآخر تعديل الطالب بيعمله على الموقع هو التعديل دوت اللي الطالب اتنسى على ضوءه. 7 وثانية ده مش معانا. 7 وثانية مش معانا. فأنا يعني قدامنا كمان 4 أيام، يعني الطلبة يعني اللي عندي الوقت زي ما بكلم حضرتك في 57 ألف طالب تقدموا على الموقع التنسيق عندي الوقت. ده من أصل كم يا فندم؟ من 26,000. طيب لسه يعني لسه عندنا الوقت كافي والعدد لسه برضه بيتأمل. عندنا لا ما أنا بقول كده، يا الطالب يا أنا طالب طول السنة عايز يذاكر وتعب نفسه وفي كتابة الرغبات بيستعجل. أنت مستعجل ليه؟ ما اكتب رغباتك بتأني، ما تستعجلش، إن ده مستقبلك. اكتب الرغبات قبل ما تخش على الموقع تسجيل الرغبات، اكتبها في ورقه بيضه وتكتبها بتأني وتروي، واكتب ما تسيبش كليه انت كنت تتمنى ما تكتب تدخلها ما تكتبهاش. والمجموع بتاعك في بعض الاحيان الطالب يقول لك انا مجموعي انا ضامن ان هو يدخلني كليه فلانيه او الجامعه الفلانيه ومش هكتب كليه بعيده. انت ما تضمنش اي حاجه، ممكن الرغبه تيجي لك. فالطالب يكتب الرغبات كلها بتأني وبتروي، ده نصيحه مهمه جدا للطلبه كلهم يعني. طيب أستاذ سيد، بالنسبة للتوزيع الجغرافي دي أحياناً عاملة بعض اللبس أو بعض الزعل عند بعض الطلبة، لأن بيقول الكلية الأم في القاهرة قد تختلف عن الكليات الموازية في المحافظات الأخرى. وللحقيقة وكنا عملنا فقرة قبل كده هنا في البرنامج على سبيل المثال كلية اقتصاد وعلوم سياسية لها فروع في اسكندرية وفي بني سويف على ما أعتقد، لا يعاملوا معاملة الكلية الأم في القاهرة. دي ممكن نطمن فيها الطلبة إزاي أستاذ سيد من خلال حضرتك؟ نفس المعامله بالظبط، كليه اقتصاد علوم سياسيه نفس الكليات، هي 4 كليات نفس المعامله واحده، ما فيش تمييز بين كليه اخرى يعني. ده وبعدين الجامعات المصريه كلها جامعات محترمه، ما فيش يعني يعني جامعه مميزه عن كل الجامعات المصريه، جامعات محترمه. طيب على ذكر هذا الكلام، ممكن انا طالب مثلا انتقل ما بين كليه الاخرى؟ ممكن انتقل ما بين كليه الاخرى يا استاذ سيد؟ نفتح التحويل بعد المرحله الثانيه للطلاب الراغبين في التحويل بنسبة 10%. ايه الشروط؟ التحويل مناظر. ايه الشروط يا استاذ سيد؟ التحويل مناظر لو مثلا طالب انا مثلا هنا انا من القاهرة وانا مجموعي وداني كلية اقتصاد علوم سياسية اسكندرية مثلا فانا بعد انتهاء في مرحلة التحويلات اللي هتبدأ بعد المرحلة الثانية من حق الطالب يحول يكتب تحويل لجامعة القاهرة لو هو من القاهرة. بس في حالة التحويل بناخد نسبة 10% الأعلى مجموعا برضو. يعني المجموع هنا بيفرق معايا؟ المجموع هو الأساس في كل حاجة. بس يعني المجموع ده هو المعيار عشان خاطر ده مبدأ الشفافية والعدالة المطلقة يعني. طب إيه تاني يا أستاذ سيد من الأمور اللي قد يعني ممكن الطالب يقع فيها خلال المرحلة دي من خلال خبرة حضرتك بقى؟ برضو ما فيش طالب من طلاب المرحلة اللي هم 126,000 يعني يتراخى ان هو يقدم في خلال المرحله دي. وفي حاجه تانية برضو انا بحس برضو بعض الطلبه وهم رايحين يسجلوا الرغبات بتاعتهم ممكن في حاله مثلا ان هو يكون مع صاحبه او زميله ويقول له الرقم السري بتاعك كام يديهوله او تاني يديله الرقم السري. ده اخطر حاجه الطالب يعملها، الرقم السري ده اسمه رقم سري يعني رقم سري محدش يعرفه. فبرضو للاسف ان بعض الطلبه بيدي رقم سري لحد تاني
يا ريت ان الطالب ما يديش الرقم السري الموثوق به ولي امره فقط. يعني ده نصيحه من يعني نصيحه من خلال برنامج حضرتك ده. نصيحه مهمه جدا ان الرقم السري، لان الرقم السري ده ممكن اي حد يخش على صفحه الطالب ويغير رغباته. فالطالب ده يعني دي اهم حاجه ان الطالب يعرفها، ان الرقم السري ده ما حدش ياخده خالص الا اقرب الاقرباء ويكون ثقه مصدر ليه بالنسبه للطالب. يعني ان شاء الله بشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزاره التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على تنسيق القبول بالجامعات، كنت معانا هاتفيا. ألف شكر.